يعد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بالمنصورة من أول وأكبر المراكز العلمية في الشرق الأوسط، بل إنه يضاهي الآن أفضل المراكز العالمية المتخصصة في مجالات الكلى الصناعية وزراعة الكلى وجراحة الأورام السرطانية بالمسالك البولية. وترجع بداية إنشاء هذا المركز إلى عام 1977 نتيجة للإنجازات العلمية والعالمية التي حققها أساتذة جراحة المسالك البولية بكلية طب المنصورة، وفي مقدمتهم الجراح العالمي الدكتور محمد غنيم. وتم تمويل تكاليف إنشاء المركز من التبرعات الذاتية لأبناء محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى قروض ومنحة من الحكومة الهولندية بجانب ما تم تخصيصه من وزارة التخطيط، كما يستقبل المرضى من أبناء الدول العربية. كما يعد المركز من أول المؤسسات الصحية المتخصصة والمتكاملة التي تجمع بين أداء الخدمات الطبية والعلاجية والبحثية والتعليمية والتدريبية في مكان واحد، حيث يضم المبنى الرئيسي عيادة خارجية استقبلت منذ افتتاحها ما يقرب من 1,000,000 مريض، وهي مجهزة بست غرف للكشف والاستشارات الطبية وحجرة للمنظار، بالإضافة إلى المعامل الملحقة بها لتحليل العينات التي تؤخذ من المرضى قبل إجراء الكشف. وتستقبل العيادة الخارجية مئات المرضى يوميا، علاوة على استقبال جميع الحالات الطارئة خلال 24 ساعة يوميا. بعد الكشف المبدئي والتحاليل الأولية، يمر المريض بالعديد من غرف الأشعاعات التشخيصية المجهزة بأحدث أجهزة الموجات الصوتية وتصوير الأوعية الدموية والأشعة المقطعية بالكمبيوتر. وفي وحدة الطب النووي يمر المريض على جهاز جاما كاميرا، والذي يقوم بعمل مسح ذري على مختلف أجزاء جسم المريض، كما يضم القسم وحدة للأشعة التداخلية لتصوير شرايين الجسم المختلفة. كما يضم المبنى الرئيسي جناحا للعناية المركزة لاستقبال الحالات التي تستدعي البقاء بالعناية المركزة مدة أطول تبعا لحالة المريض. كما يستقبل المركز الكثير من الحالات التي تحتاج إلى عملية غسيل دوري للكلى، والتي يقوم بها جناح غسيل الكلى على مدى 24 ساعة يوميا. كما يضم المبنى الرئيسي جناح تفتيت حصيات الكلى والحالب بالموجات الصدمية. كما يضم المبنى الرئيسي للمركز جناحا للعمليات يتكون من 4 غرف مزودة بمناضد العمليات ذات التكنولوجيا العالية جدا وأحدث نظم الإضاءة، بخلاف أجهزة التخدير والتنفس الصناعي وأجهزة المناظير المتقدمة لاستخراج جميع حصيات الكلى والحالب والمثانة واستئصال البروستاتا، بالإضافة إلى أجهزة الليزر والموجات فوق الصوتية. ومن أجل ملاحقة التطور العالمي في مجال الأبحاث، يضم المركز قسما للمعامل تستخدم لإجراء التحاليل الطبية في الكيمياء وأمراض الدم والمناعة وفحص الأنسجة والخلايا والبكتيريا. لم يقف المركز معزولا عن التطورات العالمية أو عن تزايد الطلب على ما يقدمه من خدمات طبية وعلمية وتعليمية، وقد تمثل ذلك في العديد من المشروعات الرائدة والتي تشمل توسعات العيادة الخارجية وإنشاء مبنى F، وهو نموذج لمستشفى القرن 21، حيث تم البدء في هذا المشروع في سبتمبر عام 1997، واستغرق بناؤه 12 شهرا، حيث افتتح في سبتمبر عام 1998. وهذا المبنى يعكس ويجسد الاستفادة من أحدث تقنيات إنشاء وتجهيز المستشفيات في العالم، كما يضم في جنباته أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية، فهو مكون من 4 طوابق ويشمل جناحا للعمليات طبقا لأحدث المواصفات،
كما تبلغ سعة المبنى 40 سريرا، نصفها مخصص لجراحات المسالك البولية للأطفال. ورعي تزويد قسم الأطفال بوسائل الترفيه لإدخال السعادة على الأطفال، حيث تطول فترات إقامتهم بهذا القسم. كما يضم المبنى F وحدة فريدة للأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي، ووحدة لدراسة أبحاث البروستاتا وديناميكية البول، بالإضافة إلى وحدة تفتيت حصيات الجهاز البولي بالموجات الصدمية. كما يضم المركز مبنى لحيوانات التجارب يجرى به الأبحاث التجريبية لتطوير واستنباط أنماط علاجية حديثة وتخليق مواد جديدة تستخدم في التشخيص والعلاج. كما يضم المركز مكتبة علمية عصرية مزودة بالدوريات العلمية في مجال الطب والمجالات المعاونة وشبكة المعلومات الدولية عن طريق الإنترنت والبريد الإلكتروني. ويضم المركز قاعة للمحاضرات مزودة بشاشات عرض حديثة وكافة وسائل الاستماع والدوائر الإلكترونية اللازمة لعقد المؤتمرات واللقاءات العلمية القومية والمحلية ومناقشة الرسائل العلمية، بالإضافة إلى قاعة المحاضرات الصغيرة. ولأن وجود بنية أساسية معلوماتية من المتطلبات الأساسية لضمان استمرارية وتطوير الخدمة الطبية على أسس علمية وبحثية، تم إنشاء قاعدة لمعلومات المرضى تعتمد على تسجيل كافة المعلومات الطبية والتشخيصية بما يساعد على متابعة الحالة. وتقوم فلسفة هذا المشروع على إنشاء شبكة من الحاسبات تغطي جميع أقسام المركز، بما يساعد على تحقيق أعلى درجة من الدقة والسرعة في إدخال واسترجاع ومعالجة كافة معلومات المريض، بما في ذلك صور الأشعة، وذلك للنهوض بالخدمة الطبية التي تقدم للمريض. وقد حاز مركز الكلى والمسالك البولية على العديد من الجوائز، مثل جائزة مبارك للعلوم التكنولوجية المتقدمة والتي نالها الدكتور محمد غنيم، وغيرها من الجوائز من قبل الهيئات الدولية والمحلية، والدعوات التي تلقاها الأطباء للاشتراك في المؤتمرات العالمية وإلقاء المحاضرات وإجراء العمليات الجراحية بالدول المتقدمة. ومع مطلع الألفية الجديدة يواصل مركز الكلى والمسالك البولية أداء رسالته نحو البسطاء وغير القادرين على المصروفات الباهظة لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية. وفي كل يوم يخطو المركز نحو التطور الدائم لإمكاناته المادية والبشرية، ليكون مثلا يحتذى في مستوى الخدمة والعطاء الذي يقدم للمتألمين في كل مكان على أرض مصر.